في مشكلة أخلاقية تواجهنا في العالم العربي اللي هي ازدواجية المعايير. يعني مثلا الحرب العالمية الثانية كان هتلر يقتل اليهود وغير اليهود وأي شخص يراه عالة على البشرية، واليوم تلاقي في العالم العربي حد يقول لك والله هتلر كان رجل لأنه ذبح اليهود. لا والله. طيب ليش إذا ما تقبل بمنطق إسرائيل؟ إسرائيل ترى أنه من الصواب أن تقصف الأطفال وتدمر فلسطين بنفس منطق هتلر، يكفي يعني أن أمارس ما أراه صوابا حتى أطبقه دون أن يهمني حقوق الآخرين. هذا منطق إسرائيل وهتلر وغيرهم، هذه تسمى أخلاق شريعة الغاب. المفكر الأسترالي بيتر سينجر عنده سؤال مهم. أنت الحين في طريقك لمقابلة عمل مهمة بتحدد مسارك المهني، وبينما أنت تمشي على الكورنيش شفت طفل يغرق في البحر ويستنجد بك وما في أحد غيرك على الشاطئ. أنت سباح بارع، لكن لو أنقذت الطفل بيضيع وقتك وبتبلل ملابسك وبتروح عليك المقابلة. هل عليك واجب أخلاقي أنك تنقذ هذا الطفل الغريب اللي ما تعرفه؟ لما سأل سينجر تلاميذه قالوا نعم بالإجماع، حياة الطفل أهم من المستقبل الوظيفي. فرد عليهم وليش ما تشوفون أن عليكم واجب أخلاقي للتبرع وأنقاذ الأطفال في أفريقيا أو في أي مكان آخر؟ المطلوب منكم هو التبرع فقط، لا راح تنقذون في البحر ولا بتروح عليكم مقابلة وظيفية. ومع ذلك أغلب الناس ما تتبرع ولا أحد يهتم أن يشارك في إنقاذ الأطفال في الدول المنكوبة.